في بعض المساجد عندنا يجمعون الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون عذر مبيح للجمع، فهل أصلي معهم أم أصلي منفردا في المسجد أم في بيتي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجمع بين الصلوات هذا لا يجوز إلا بحاجة شرعية وعذر شرعي، كالسفر مثلا والمرض الذي يحتاج المريض معه إلى الجمع، وكالمطر بالنسبة للمغرب والعشاء الآخر، هذه الأعذار التي تبيح الجمع. أما الجمع من غير عذر كما ذكرت هذا لا يجوز. أما ما ذكرت من أنهم إذا فعلوا هذا هل تصلي معهم أو لا، فكما أشرنا إلى أن هذا الجمع غير صحيح، فأنت لا تجمع معهم ولكن صل الصلاة الأولى، وإذا قاموا للثانية فلا تصلي معهم، مع أنه يجب عليك أن تنكر عليهم هذا وأن تبين لهم أن هذا عمل لا يجوز، فإذا لم يستجيبوا فصلي معهم الصلاة الأولى ولا تصلي معهم الصلاة الثانية. جزاكم الله خيرا.